تكشف صحيفة التلغراف البريطانية في تقرير لها أن المملكة المتحدة أعطت الضوء الأخضر لأوكرانيا لاستخدام صواريخ ستورم شادو لضرب روسيا، لكنها لن تكشف علنا عن هذه الخطوة وسط مخاوف من أنها قد تثير خلافا مع الولايات المتحدة. من جهة أخرى، تطلب الخارجية الروسية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن تتخذ موقفا أكثر موضوعية ووضوحا بشأن السلامة النووية، وذلك بعد يوم من زيارة رافائيل غروسي المدير العام للوكالة لمحطة كورسك النووية الواقعة على مقربة من منطقة توغل الجيش الأوكراني فيها. مرحبا بضيفي من باريس الكاتب والباحث السياسي ماجد الخطيب. أستاذ ماجد، يعني ما ذكرته التلغراف بأنها لا تمانع من استخدام ستورم شادو وهي صواريخ بريطانية فرنسية لضرب أهدافا في العمق الروسي، النقاش الجاري في الدول الأوروبية فيما يتعلق بكيفية تمكين أوكرانيا من الدفاع والحق الهزيمة بروسيا إن لم تزود بأسلحة تستطيع أن تصد وتدفع بها القوات الروسية إلى الخلف. نعم، بداية تحية طيبة لك وللسادة المشاهدين جميعا. يعني هناك اتفاق أوروبي يتعلق بموضوع ضرورة انتصار أوكرانيا في هذه الحرب، وهناك عدة اجتماعات وعدة مؤتمرات خاضها الغرب سابقا بقصد دعم أوكرانيا وتقديم الأسلحة والمعدات العسكرية اللازمة لذلك. على سبيل المثال أذكر لك مؤتمر ميونخ للأمن الذي يعني حدث منذ حوالي بضعة أشهر لعام 2024، وكذلك أيضا مؤتمر لحلف الناتو في مقدمة هذا العام أيضا دعا إلى تزويد أوكرانيا بكل ما يلزم من أسلحة. وهنا دعني أذكر لك على سبيل المثال بأن دول الاتحاد الأوروبي وافقت فيما مضى منذ حوالي تقريبا 3 أشهر أو 4 أشهر على قرض كان ذلك في قمة مجموعة السبع، على قرض لأوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو. إذا هناك إجماع أوروبي بضرورة تزويد أوكرانيا كل ما تحتاجه للانتصار في هذه الحرب. لكن سيدي الفاضل، هناك الخلاف في حقيقة الحال هو يتمحور حول نقطة مهمة جدا، هو هل سيعطى الضوء الأخضر أو الإذن لأوكرانيا من استخدام هذه الأسلحة الغربية؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال مع ماجد الخطيب. سأذهب إلى فاصل قصير ثم أعود ريثما يتم إصلاح الخلل. أهلا بكم في صباح المملكة. تحذر من التعرض الطويل والمباشر لأشعة الشمس. ماذا نقصد في أبنية خضراء؟ بقلل من استنزاف الموارد الطبيعية. تفاصيل معسكر الحسيني للعمل والبناء في مدينة الصلب. تنشر الهيئة المستقلة للانتخاب الجداول النهائية للناخبين استعدادا للانتخابات النيابية. خلينا نحكي أول شيء شو اللي صار هان. أجينا الشرقية بعدين أفلنا أنا أعرفها ناصر وخيم الصمود. يا دم الله كمان تكون أبوك. يقول الكاتب على الأحزاب الوسطية الفرنسية اتخاذ القرار. بعد متابعات عدة لانقطاعات مياه الشرب في مناطق مختلفة من مرج الحمام، المملكة ترصد شكاوى الأهالي من استمرار المشكلة في مناطقها. بعد تقارير عدة سلطت الضوء على غياب الصرف الصحي في حي الميامين الشمالي ومناطق أخرى في مدينة الصرف، شكاوى السكان تزداد من تبعات هذا الغياب. الانتهاء من إعادة تأهيل مركز الشباب إربد النموذجي بالكامل بعد رصد مطالبات بصيانة مرافقه. We'll be right back.
من جديد أعود إلى ضيفي من باريس الكاتب والباحث السياسي ماجد الخطيب. أستاذ ماجد، كنا نتحدث أن هناك اتفاق أوروبي على ضرورة دعم أوكرانيا وتوفير ما يلزم من أسلحة لمساعدتها في مواجهة الحرب في روسيا، لكن هناك خلاف فيما يتعلق بنوعية الأسلحة والقيود التي تضعها تلك الدول على أوكرانيا. تفضل. نعم، كنت يعني قد استهللت في الإجابة السابقة بأن هناك إجماع أوروبي على ضرورة انتصار أوكرانيا في هذه الحرب، وعلى ضرورة تزويد أوكرانيا بكل ما يلزم من معدات عسكرية للانتصار في هذه المعركة. ولكن الانقسام الحقيقي هنا سيد الفاضل يتعلق بعدم السماح لأوكرانيا أو السماح لها باستخدام هذه الأسلحة الغربية لشن ضربات تطال العمق الروسي. بعض الدول الأوروبية مثل بريطانيا على سبيل المثال هي تؤيد مثل هذه الضربات في العمق الروسي، لكن على نقيض من ذلك مثلا مثل فرنسا مثل ألمانيا ترفض أن تستخدم هذه الأسلحة لشن ضربات في العمق الروسي. وحتى الولايات المتحدة الأمريكية أيضا يعني جاءت عدة تصريحات. على سبيل المثال أذكر لك مستشار الأمن القومي الأمريكي كان قد نبه إلى عدم استفزاز روسيا وعدم شن ضربات إلى داخل العمق الروسي خشية من أن تضطر الولايات المتحدة إلى الدخول في هذه المعركة أو مواجهة مفتوحة مع روسيا الآن في غنى عنها، لأنه بكل بساطة استخدام هذه الأسلحة الغربية كما يراها القسم الرافض لهذه الضربات يراها هي دعوة صريحة للدخول حلف الناتو في معركة مع روسيا، وهذا ما يعني يحاول الغرب أن يتفاداه بشكل مباشر. وبالتالي هنا نقطة نريد أن نعقب عليها أيضا في هذا السياق، بأن حتى بعض الدول الأوروبية لا تريد أن تفتح مخازنها بشكل كامل لكييف، بسبب أن حتى يعني الجيش الأوكراني نفذ عدة يعني هجمات عسكرية بأت أغلب هذه الهجمات بالفشل. وبالتالي هنا دعنا نقول بأن حتى الجانب الأوروبي بدأ يتريث قليلا حتى في إمداد أوكرانيا بالشحنات العسكرية اللازمة لها، بسبب أن مخازن حتى الاتحاد الأوروبي لم يعد بإمكانها أن تصدر مثل هذه الشحنات لأوكرانيا. وبالتالي هناك اتفاق على المبدأ العريض على ضرورة انتصار أوكرانيا، ولكن أيضا هناك انقسام على ضرورة أن تبقى يعني محدودية هذه الأسلحة ضمن الأهداف الروسية الموجودة في كييف، مثلا في جزيرة القرم في منطقة دونيتسك. أيضا بالإجابة على شق سؤالكم الكريم بأنه هل هناك قيود على نوعية الأسلحة، نعم هناك بعض القيود تتعلق مثلا بمطالبة كييف على سبيل المثال الولايات المتحدة الأمريكية بتزويد أوكرانيا بطائرات أكثر يعني تقدم وأكثر حداثة من طائرات F-16. حتى هذه اللحظة الولايات المتحدة الأمريكية ترفض رفضا قاطعا تزويد أوكرانيا بهذا النوع من الطائرات. أيضا هناك كان مطلب لأوكرانيا بتزويدها ببطاريات صواريخ متقدمة الحداثة من ألمانيا. أيضا هناك المستشار الألماني أيضا كان له تصريح فيما سبق بأنه لا يمكن أن تقدم ألمانيا مثل هذا النوع من المضادات، لأن يعني ذلك بأن ألمانيا تدخل الحرب بشكل مباشر مع روسيا. وبالتالي هناك أيضا بعض القيود لنوعية الأسلحة والمقدمة لأوكرانيا خشية من أن تجد الدول الأوروبية نفسها في مواجهة مباشرة مع روسيا. أضف إلى ذلك كله بأن حتى روسيا يعني كان لها أكثر من تصريح، سواء على لسان الرئيس فلاديمير بوتين، سواء على نائب رئيس مجلس الأمن القومي ميدفيديف، بأن هذه التصريحات الغربية الداعية إلى تسليح أوكرانيا بهذا النوع من الذخائر وهذا النوع من الأسلحة هو بمثابة استفزاز للجانب الروسي. وبالتالي تحدث أكثر من مرة هؤلاء الروس المسؤولين الروس، أقصد هنا الرئيس الروسي وغيره، بأن أي هجوم على روسيا يطال المؤسسات الحكومية الروسية هو ينطبق تماما على إحدى البنود الستة التي تتحدث عن العقيدة النووية الروسية. وهنا تحدث الرئيس الروسي بأن أي هجوم من هذا النوع سوف تجد روسيا نفسها مضطرة للدفاع عن نفسها من خلال
استخدام الأسلحة النووية، وكان له تحذير أخير أعتقد يعني يوم أمس بأن تزويد أوكرانيا بهذا النوع من الصواريخ وهذا النوع من الطائرات سوف يكون بمثابة دعوة لحرب عالمية ثالثة. أنا أشكرك من باريس الكاتب والباحث السياسي ماجد الخطيب، شكرا لك. إذن بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام العاشرة، أشكر لكم دوما حسن المتابعة، هذه تحية وإلى اللقاء.